مزموري وإنجيلي باكر، فليرفعوه في كنيسة شعبه وليباركوه في مجلس الشيوخ. جعل أبوة مثل الخراف، يبصر المستقيمون ويفرحون هللويا. من إنجيل معلمنا مرقس البشير. وجاء إلى بيت صيدا، فقدموا إليه أعمى وطلبوا إليه أن يلمسه، فأخذ بيد الأعمى وأخرجه إلى خارج القرية، وتفل في عينيه، وضع يديه عليه وسأله: ماذا تبصر؟ فتطلع وقال: إني أبصر الناس كأشجار يمشون. ثم وضع يديه أيضا على عينيه فأبصر وشفي، ونظر كل إنسان جليا، فأرسله إلى بيته قائلا: لا تدخل القرية ولا تقل لأحد فيها. ثم خرج يسوع وتلاميذه إلى قرى قيصرية في لبس، وفي الطريق سأل تلاميذه قائلا لهم: من يقول الناس إني أنا؟ فأجابوه قائلين: يوحنا الصابغ، وآخرون إيليا، وآخرون واحد من الأنبياء. فسألهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب بطرس وقال له: أنت هو المسيح والمجد لله دائماً.